Bah arrête, Kamel cherche. ما عرفت لا جوني قالوا لي ست يا ريت شوية نعيد ال region of convergence. الصور اللي قبله يعني واضحة ما أتصور بيها شيء لأنه اعتمدنا على على نفس القانون اللي أخذناه عنه بالزد ترانسفورم اللي هو الاكس اوف زد وقلنا من ان صفر الى الانفينيتي وذكرنا الزد ترانسفورم هون وعلاقته مع الاس يعني ايش علاقه الاس بلين مع زد بلين كان اكو هذا الرسم اللي هو يربط بين الاس بلين والزد بلين وقلنا هاي كل دائره اللي هي الاي والبي والسي تقابل هذول الخطوط اللي هي اي وبي وسي هون عندي بالاس وهاي الزوايا اللي موجودة اللي هي الدي والإي والإف تقابل هاي الخطوط عندي اللي هي الدي والإي والإف وذكرنا حتى نجي نثبت أي نقاط على الزيت بلين اللي يهمني نقطة الصفر اللي يهمني دائرة الواحد اللي هي هوني بي زيت يساوي واحد وذكرنا أنه حتى نثبت اي بول او زيرو راح يكون عندي هذا الريال اللي هو يعني موجب ريال وعندي هون السالب اللي هو ريال والاماجينري راح يكون هذا الموجب الاماجينري وهذا السالب فاما انه انا عندي قيمه ريال وقيمه اماجينري اثبتهم على الاكس والواي اكسس او انه انا عندي قيمه وزاويه فهاي القيمة ممكن أنه أثبتها على الـ X axis والزاوية راح تكون عندي تفر بحسب الزاوية اللي عندي بالحالتين نثبت البول والزيرو على الـ Z plane وذكرنا أنه أكو حالات من نشوف الـ Z plane أو من نخشى على الـ Z plane نعرف أنه هذا السيستم عندنا stable unstable نعرف إذا عدد البولز عدد الزيروز معلومات عن النظام أو السيستم وأكو مناطق بالحل ما ممكن توصلني إلى حل أو ممكن توصلني إلى انفينيتي وهاي المناطق لازم أتجنبها بالحل وأكو منطقة اللي هي أغلب الأحيان من نحل هي داخل دائرة الواحد وإحنا ذكرنا ليش فسرنا بالمحاضرة ليش تكون داخل دائرة الواحد لأنه هي توصلنا إلى قيمة السيرز بحيث تكون قيمة كونفرجنس قيمة متقاربة ما نطلع إلى قيمة انفينيتي بعدين أخذنا اكزامبل اللي هو الـ U of N وهاي الـ U of N أشو نطيق نحولها إلى الـ Z transform وظهرت عندي X of Z هي Z على Z ناقص واحد ومن أجي أرسم الـ region of convergence اللي تكون عندي هذه هاي region of convergence قلنا هاي دائرة الواحد فزيت هوني راح تساوي قيمة الواحد وهاي ال poles of x of z اللي هو عندي ايه هوني عندما زيت تساوي واحد فهاي ال هون بهالحالة هاي region of convergence اللي هي عندي اللي هي خارج دائرة الواحد لأنه زيت إذا تساوي قيمة واحد راح تتصفر عندي لكن زيت أشقد تكون أكثر من قيمة واحد راح تتقارب القيم وأخذنا مثال بالنسبة للزيت هوني على الكونفيرجنس والدايفيرجنس وجينا هوني على region of convergence ذكرنا أنه كل حالة أو كل دالة راح يكون لها region of convergence بحسب البول اللي بحسب القيمة اللي هوني هاي القيمة اللي هي قيمة البول لازم تكون أقل من واحد وذكرنا هنوك أنه أخذنا ألفا وشون ألفا لازم تكون أقل من واحد فبهاي الحالة لو أخذت أي للأس N زيت للأس ناقص N وهاي عملت له summation راح تطلع السيريز مالتها واحد على واحد ناقص أي زيت للأس ناقص واحد هذا الفاكتور خلينا نقول هذا لازم يكون أقل من واحد فمن أجي بمعنى أنه أي راح تكون أقل من زيت أو زيت تكون أكبر من أي فبما أنه زيت أكبر من أي أطلق أحصل على region of convergence إذا العكس
راح تكون عندي هاي الحالة انه ممكن اصل الى قيمة انفينيتي. فهاي وحده من الامثله على الريجن اوف كونفرجنس. وعندي هاي ذكرنا ايضا انه اكس 1 اوف زد هي زد على زد ناقص اي. ومثل ما حكينا انه شلون تكون القيم قيم البولز قيم الزيروز، بحيث انه هون عندي زد تساوي صفر، بولز ات زد زيروز يساوي زد تساوي صفر، والبول عندما زد يساوي اي. ف x1 represent by pole zero diagram in the z denoted by قلنا هاي الزيروز نأشره بدائرة، والبولز راح نأشر علينا بكروس. فهاي حالة ال region of convergence بالإكزامبل اللي هو 4.1، هاي ال region of convergence هاي الحالة حسب قيمة A. أيضا عندنا لو هاي الحالة اللي أخذناها كانت القيم مال الـ N من الصفر إلى الإنفينيتي. أما إذا كان إحنا قنشتغل بمنطقة سالبة، يعني كانت من ناقص إنفينيتي إلى ناقص واحد، فنلاحظ أنه راح تختلف هوني عندي الـ region of convergence. اللي راح أعمله راح أغير هاي من ناقص إنفينيتي إلى ناقص واحد، أرجعه إلى من الصفر إلى الإنفينيتي بأنه أنا أغير الأس. فهنا راح تكون عندي زيت على بي، وراح تكون عندنا واحد ناقص لأنه ضفنا قيمة الصفر، فراح تكون واحد ناقص لهاي القيمة، وراح تكون زيت على زيت ناقصا بي. فبالتالي معناته أنه زيت راح تكون أكبر من الصفر وأقل من البي، عكس الحالة السابقة لأنه عندي قيم الـ N راح تختلف. فبهاي الحالة من تكون القيم على الدائرة إلى حد قيمة B راح تكون نحن ضمن الـ region of convergence. فكله طبعا أنه أنا أخذ هذا الفاكتور خلينا نقول، واجي دائما هذا يكون لازم يكون اقل من واحد. فزيت على بي، زيت على بي لازم يكون اقل من واحد، او زيت بهالحاله اقل من بي. فزيت اقل من بي واكبر من الصفر، هاي الريجن اوف كونفرجنس اللي موجوده عندي للمثال الثاني. المثال الثالث بينو كانه مجموع دالتين اللي حكينا عليهم قبل شوية، مجموع دالتين، وهذول الدوال كل واحدة من عندهم بها region of convergence. إذا أنا عندي الدالة الأولى والدالة الثانية كل واحدة من عندها أكو عندنا region of convergence، فأخذ لازم التقاطع اللي بيناتهم، يعني أخذ region of convergence الأولى وregion of convergence الثانية وأعمل بيناتهم تقاطع. فهذه اللي هي مثل الحالة الأولى اللي قلنا الزيت لازم تكون أكبر من أي حتى أحصل على region of convergence أو حتى أحصل على تقارب بالنسبة للبولز. والحالة الثانية قلنا region of convergence اللي هي زيت أقل من البي. هوني كمعادلة أنت بتخشعوها تقولون هذه مثل هذه، ليش هاي region of convergence تختلف عن هاي؟ لأنه عندي هوني من ناقص infinity إلى ناقص واحد، يعني قد تشتغل بالجزء السالب، بينما هاي القيمة عندي بالجزء الموجب راح تكون. ف الريجن اوف كونفرجنس توتال مال الاولى والثانية هي التقاطع بيناتهم، يعني بمعنى انه البي والاي شلون راح تكون العلاقة بيناتهم او الريجن اوف كونفرجنس مالتهم، اللي هي بالبداية اذا كانت بي اقل من اي مثل هاي الحالة الريجن اوف كونفرجنس ما عندي، لأنه أنا الريجن اوف كونفرجنس هي بين الأي لازم تكون يعني أكبر من أي وأقل من بي. فإذا أصلا هي البي أقل من أي معناتها راح يكون عندي نل، ما عندي يعني ما عندي حل لهذه المعادلة. إلا إذا كانت أي أقل من بي فبهالحالة راح يكون فقط عندي هذا الرينج اللي هو من الأي إلى البي، هذا اللي هو لونه عميق،
يعني هاي القيم اللي هي محصورة بين الأي وبين البي، هاي القيم اللي راح يكون بيها حل المعادلة. إذا كانت أي أصلاً هي أكبر من بي مثل هاي الحالة، فمعناته إنه ماكو حل، يعني نقول هاي المعادلة ليس لها حل. واضحة يا طلاب؟ واضحة؟ صحنا واضحة، بس المعادلة يعني من هاي زد على زد ناقص اي ار او سي، هاي هون المشكلة بها، ما واضحة يعني. هاي اشتغلها مثل قبل، مثل او اشون كنا نشتغل بها بالبداية، يعني هوني كل وحدة نشتغل بها الوحدة، هوني اي للاس ان زد للاس ناقص ان، فقلنا احنا دائما نصل الى هاي الحالة اللي هي واحد على واحد ناقص ناقص يعني هوني واحد ناقص، قلنا هذا البول احنا نوك سميناه له الفا، وقلنا الفا لازم تكون اقل من واحد بالحضوري. تمام ست. ما هوني مكان الفا راح يصير اي زيت للاس ناقص واحد، فمعناته اي على زيت لازم تكون اقل من واحد، وارجع اقول معناته اي راح تبقى هوني الزيت راح تنضرب في الواحد، فمعناته اي اقل من زيت او زيت لازم تكون اكبر من اي. واضح؟ فمن هاي الحاله اتقع في الريجن اوف كونفرجنس. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية راح تكون عندي اللي هي هذه، يعني region of convergence اللي هي الرصاصي لازم تكون أكبر من 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 قيمة A. أما الحالة الثانية اللي هي حالة ال B أو زيت على B، هون الحالة راح تصير زيت على B، هاي آخذها، هاي المفروض تكون أقل من واحد، بمعنى زيت أقل من B لأنه B راح تنضرب في الواحد، راح تكون من الصفر الى البي اللي هي هاي الريجن اوف كونفرجنس. يعني احنا وين نعتمد؟ نعتمد على هاي الحاله اللي هي واحد على واحد ناقص زيت على بي، او حتى هي هاي نفسها ممكن ايضا اذا تكون البول بحيث يكون واحد على واحد ناقص قيمه البول، لان يعني هي هذه تعرف لي وين راح يكون عندي تصير واحد ناقص واحد، فاذا صفرت راح اكس هوني 2 اوف زد تصير قيمه انفينيتي. زين، فهوني بهاي الحاله اخذنا القيمتين او ربطنا الحاله الاولى مع الحاله الثانيه اثنيناتهم، فلاحظنا انه اذا اي قلنا اكبر من بي فما راح يكون عندي اكو حل، اما اذا اي اقل من بي فراح يكون عندي اكو حل. زين، هسه عندنا هذا الشيء اللي حكينا عنه كان ريجن اوف كونفرجنس، اما راح نجي حاليا على البروبرتيز اللي هي امبورتنت بروبرتيز اوف ذا ترانسفورم، همين اخذناها بالحضوري اخذنا بعض البروبرتيز وهسه راح نرجع هون نعيده. The properties of the Z transform are generalizations of the properties of the discrete time Fourier transform. The two sides in chapter 3 we state the following important properties of the transform without proof. هذولي احنا اكو من عندنا عنوان مبروف برهان. فقلنا أول شيء كانت عندنا لينيارتي اللي هي أي 1 إكس 1 للأس يعني N زائدا أي 2 إكس 2 للN، إذا غير أحولهم بالزيت ترانسفورم راح يظهر عندي أي 1 إكس 1 أوف زيت زائدا أي 2 إكس أوف إكس 2 أوف زيت. وطبعا الريجن اوف كونفرجنس راح تكون تقاطع الريجن اوف كونفرجنس الاولى للاكس 1 مع الريجن اوف كونفرجنس الثانيه، هاي بالنسبه لللينيارتي. السامبل شيفتنج ايضا ذكرنا انه اكس اوف ان ناقص ان نوت لو اخذت له زد ترانسفورم راح تكون زد للاس ناقص ان نوت اكس اوف زد، هاي برهناها ذكرنا ليش هاي الحاله صارت عندنا. ايضا عندنا الفريكونسي شيفت اللي هو لو كان عندي A للأس N X N لما أحولها إلى الـ Z transform راح تظهر عندي كل Z قلنا راح نقسمها على قيمة A.
هون انضافت عندنا هم الفولدينج، انه لو كان عندي اكس اوف ان وحولتوها اخذت الاكس اوف زد لها، اكس اوف ناقص ان راح تكون عباره عن اكس اوف زد، بس ما اكس اوف زد راح تكون اكس اكس واحد واحد على زد، يعني راح كانه كل زد تصير واحد على زد. هاي اذا عملنا فولدينج لاشاره اصلا احنا عندنا الاكس اوف زد مالته. الكومبلكس كونجيجيت، لو عندي كومبلكس كونجيجيت لاكس اوف ان بالاكس اوف زد راح ناخذ الكومبلكس كونجيجيت للزد، وبعدين الداله كلها ناخذ لها كومبلكس كونجيجيت، يعني كل زد كل وحده واحده نعمل لها كومبلكس كونجيجيت، وبعدين الداله كلها نعمل لها ايضا كومبلكس كونجيجيت. هاي للخاصيه الخامسه. الخاصيه السادسه من اخذناها اللي هي لما اضرب في ان، يعني عندي اكس اوف ان واضربه في ان، راح اشتق، انه راح يصير عندي اشتقاق بالنسبه للاكس اوف زد ومضروبه في زد، وقلنا ايش قد زاد اس الان راح تزيد عمليه الاشتقاق. This property is also called the multiplication by a ram property. او رام يقصد بها الان، لانه احنا ايش قد ما القيم مال الان ايش قد ما راح تزيد راح يصير عندي كانه رام، عندي خط مستقيم. فهاي ممكن ايضا يسموها multiplication by a ram property او by multiplication by n ممكن نسميها. ايضا هاي وحده من البروبرتيز. عندنا المالتيبليكيشن اللي هو لو كان عندي اكس 1 اوف ان واكس 2 اوف ان وصار ضرب بيناتهم، راح يعادلها عمليه تكامل لاكس 1 اوف في اكس 2 اوف زد على في في انفرس دي في، بحيث انه انا اعمل تكامل للتحويل مالتهم، وممكن انه احنا نوجد القيمه مالتها. هاي المالتيبليكيشن. الكونفوليوشن ذكرنا انه الكونفوليوشن اذا اريد الزد ترانسفورم كل وحده عندي تحويل مالتها راح تكون عمليه ضرب بحيث تسهل لي يعني تسهل لي عمليه التحويل بعد، يعني كل وحده اذا احولها وحده ما مثل ما انه اعمل عمليه كونفوليوشن وبعدين احول تحويل كامل، فكل وحده احولها وحده وبعدين اعمل عمليه الضرب تكون اسهل علي مما انه احنا نعمل عمليه كونفوليوشن والنتيجه كلها نرجع نحولها بالزد ترانسفورم. فهذه this last property transform the time domain convolution operation into a multiplication between two function. It is a significant property. هاي من الخواص المهمه. In many ways, first if x1 of z and x2 of z are two polynomials, then their product can be implemented using the convolution function in MATLAB. إذا كان عملية الـ convolution صعبة أو يعني الدوال مع الـ x1 of n و x2 of n دوال كبيرة معادلات، فممكن نعمل الـ convolution بالماتلاب ونتيجة الـ convolution اللي راح تطلع عندي ممكن أنه أنا أستخدمها إذا أريد أعمل تحويل إلى Z transform. هسه راح ناخذ مثال. سؤالين 3 و 4 و 5. نعم. Sampling to the frequency of predicted. 3 و 5. Frequency shifting هاي عملناها يعني ذكرناها بالحضور وحتى عملنا لها بروف انه اشلون عندي الاي للاس ان اكس اوف ان من وجدناها. عملنا بس Sampling shifting ما عملنا frequency يمكن. لا لا عملنا بحيث انه قلنا كل زيت راح تتقسم على اي، حتى طلعت عندنا زيت على زيت ناقص اي، بعدين قلنا راح نقسم على اي فطلعت زيت على اي، زيت على اي ناقص واحد، وقارناها باليو اوف ان موجود عندكم بالمحاضرات. فهاي يعني معموله بروف. عندنا الفولدينج اذا كان عندي اكس اوف ان، احنا اخذنا اكس اوف ان وحولناها الى الزد ترانسفورم، بعدين هاي الاكس اوف ان صار له فولدد. احنا نعرف الفولدد انه تبقى نفس الداله بس يعني الاكس اكسس خلينا نقول مالتها راح يكون راح ينضرب بقيمه سالبه. سالب واحد ينضرب يعني؟ راح ينضرب بقيمه سالبه، يعني الواحد بالاكس اكسس يصير ناقص واحد، الاثنين ناقصا اثنين وهكذا، بس تبقى نفس القيم مال الواي.
فهاي اذا انا بالحاله الاعتياديه كان عندي زيت ترانسفورم مالته وعملت له فولدد، ما يحتاج ارجع اخذ زيت ترانسفورم من جديد، فقط الزيت ترانسفورم القديم اللي عندي اللي هي مال نون فولدد اللي بالبدايه الاصليه، كل زيت راح تصير واحد على زيت، وراح تطلع النتيجه مكان ما انا اخذ ترانسفورم للاكس اوف ناقص ان اللي هي هاي. شكل علاقة يعني ايش هوني؟ شلون يعني؟ السالب ان اذا كان مثلا واحد سالب واحد بالزيت يكون واحد على واحد مثل ما نقول، ايش تسمى العلاقة هذه؟ لا لا احنا هون قاعد نحكي على سالب ان، انه كداله فولدد يعني داله كل قيم ان مالتها تصير سالبه، ما قاعد نحكي على قيمه محدده، احنا قاعد نحكي على فانكشن كامله، يعني ما قاعد نحكي على ايوه قصدي يعني ايوه بصورة عامة يعني هو نعتبر واحد من هاي القيم. انه خلينا نقول اشاره الان اذا تغيرت راح تكون كانه كل زيت تصير زيت للاس ناقص واحد. اي نعم. ايه هاي العلاقه اللي راح تكون بيناتهم، كل زيت راح تصير زيت للاس ناقص واحد اذا اشاره الان تغيرت، هاي نسميها الفولدنج اللي كنا نعملها بالكونفوليوشن، ما كنا نقول اول وحده من الاشارات نعملها فولدنج وبعدين نمررها على الاشاره الاولى. فهوني نفس الحاله، اذا كان عندي الاشاره الاولى وعندي التحويل مالتها مال الزيت، فقط من اعمل لها فولدنج كل زيت اعملها زيت للاس ناقص واحد. فهاي البروبرتيز عندنا كومبلكس كونجيجيشن اللي هي لو كان عندي قيمه كومبلكس وهاي القيمه اريد اعمل لها كومبلكس كونجيجيت اللي هو الكونجيجيت اشنو؟ نغير قيمة الإماجينري، إشارة الرقم الإماجينري، هذا هو الكونجيجيت مال الرقم. يعني أنا عندي قيمة كومبلكس هي بها ريال، بها ريال زائد إماجينري. لما أريد آخذ الكومبلكس كونجيجيت، تعرفون إيش الكونجيجيت؟ نفس الريال إماجينري عكس إشارة. إيه الإشارة الإماجينية راح تنعكس، هذا الكونجيجيت مال الرقم. فأنا لو كان عندي X of N وطلعت ال X of Z مالته، بعدين هاي ال X of N كانت كونجيجيت أو صار بيها كونجيجيت، إيش راح يصير بال X of Z؟ كل قيمة من 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 Z موجودي كومبلكس راح أعمل له كونجيجيت، وبعدين هاي كداله كامله ايضا ارجع اعمل لك، يعني كداله كامله هم يرجعين اعمل لك كونجيجيت، راح تظهر النتيجه بدون انه الحاجه انه ارجع من البدايه اخذ تحويله الزيت. يعني ايش راح يصير تغيير يعني بس؟ راح يصير اشاره الاماجين راح تتغير. اشاره قيمه الاماجين. هسه ناخذ هذا المثال، عندي x1 of z وعندي x2 of z وعندي x3 اللي هي x1 في x2. ف from the definitions of the z transform we observe انا عندي x1 of n اللي هي المعاملات اللي هي 2 وثلاثة وأربعة، وعندي x2 of n اللي هي ثلاثة وأربعة وخمسة وستة. Then the convolution of these two sequences will give the coefficients of the required polynomial product. لو أخذنا هاي الإشارات دخلناها بالماتلاب، أخذنا x1 هذه، x2 القيمة الثانية، وقلنا x3 هي convolution ل x1 مع x2. زين؟ واخذنا ايش الاكس 3 هذا هو راح تطلع 6 17 هاي القيم، كانه كنا عملنا كونفوليوشن بالحاله الاعتياديه. هسه لو اغيد هاي الحاله اللي هي اكس 3 اوف زيت، راح تظهر عندي كزيت، يعني لو احولها من الان هوني الى الزيت راح تطلع هاي كانه صفر، بعدين قيمة الواحد اللي هي يعني قيمة N1 N2 N3 N4 و N5 اللي هي راح تكون لو أحولها بالزيت راح تكون في زيت الأس ناقص 1، زيت الأس ناقص 2، زيت الأس ناقص 3، زيت الأس ناقص 4 وزيت الأس ناقص 5. Using the convolution M function developed in chapter 2 we can also multiply the 2Z polynomial corresponding to the non-causal سيكونس. هسه هاي الحاله لو انا جيت التحويل مال الزيت الاول اللي هو هذا
مع الزد الثاني، لو عملهم ضرب، لو ضربتهم اثنين راح تطلع الكوفيشنس نفس الكوفيشنس اللي عندي بنتيجة الكونفوليوشن، لأنه الكونفوليوشن بالان يعادله ضرب بالفريكوانسي اللي هي هاي الحالة اللي بعد الضرب، هاي اكس 3 اوف زد هي ضرب الاكس 1 مع الاكس 2، لو ضربتهم راح تطلع عندي هاي الحالة اللي هي 6 17، واللي هي نفسها المعاملات مال الكونفوليوشن. واضح هذا البروبرتي مال الكونفوليوشن؟ لو نعيده، واضح بس يعني الكونفوليوشن بالان راح يعوضه بالزيت ضرب. لا احنا عندنا هاي الاشاره الاولى مال الكونفوليوشن مال الان، وهاي الاشاره الثانيه اللي راح اعمل له كونفوليوشن بال يعني اكس 1 واكس 2، طبعا اخذناها من المعاملات اللي موجوده بالزيت. فهذول راح اعمل لهم كونفوليوشن بالماتلاب، او ممكن تعملون كونفوليوشن بالورقه والقلم عادي، راح تطلع هاي المعاملات اللي موجوده راح تطلع لك بالماتلاب او بعد الحل. فانا هاي المعاملات راح ابقيها، اجي اضرب x1 اللي هي هاي x1 of z مع x2 of z، اجي اضربهم هذا مع هذا، نتيجه الضرب راح تظهر عندي هذه اللي هي x3. فلاحظ انه راح يظهر نفس المعاملات واللي يبرهن لي على صحه البروبرتيز. ممكن اعطى مثال الاخر انه اكس 1 تساوي هاي القيمه، اكس 2 تساوي هاي القيمه، ديترماين. شوف يعني شوف بس سؤال هون، يعني يضرب كل رقم من اكس 1 في كل ارقام اكس 2 وهكذا، رقم الثاني والثالث غير؟ يعني 43 38 هاي تقصد لا لا مو ضرب، هذا كونفوليوشن. ايه بالنسبه للزيت، بالنسبه للزيت يعني. لا بس هو الجو يعني كونفوليوشن بالان، بالزيت ضرب. صح صح الاثنين قد تنضرب بكل الـ يعني بكل الجالة بعدين كل الحدود، كل حد كل الحدود، كل حد ايه كل حد نضربه بكل الحدود. نعم واضح شت. اوكي واضح اوكي شت زين. وهاي الـ x1 و x2 نفس الحالة، إذا عملناها ممكن تدخلون القيم بالماتلا ترجعون النتيجة ونعمل ضرب للزيت، والمفروض تطلع نفس الكوفيشنت. اللي هي the Z transform is a linear transform which يعني اللي هي اللي قلنا عليها انه لو كان عندي x1 of n زائد x2 of n، طبعا a و b constant، ممكن لو كان عندي حاصل جمع كل واحدة من عندهم احولها الى z والتحويل واجمعها مع الثانيه، توتال الجمع راح يطلع هو نفسه مكان ما انه انا اجمعهم وبعدين احول، لان انا اشقد يكون تكون عندي داله بسيطه يعني قبل ما اجمعها مثلا تحويله يكون اسهل، اشقد تتعقد الداله اكثر نتيجه الجمع راح تكون داله يعني معقده اكثر، اشقد تتعقد عندي عمليه التحويل. X1 of n and X2 of n denote the sample sequence while A and B are the arbitrary constant. Find the Z transform of the sequence defined by. هسه لو عندي هاي مثلا الحالة اللي هي X of n تساوي U of n ناقص 0.5 للأس n U of n. هاي كأنه يعني جمع دالتين، الدالة الثانية خلينا نقول مضروبة بناقص واحد. فممكن انه اطبق عليها اللينيارتي، خاصيه اللينيارتي انه انا كل وحده من هاي الدوال احولها الى زد ترانسفورم وبعدين اجمعهم بالزد. فعندي اليو اوف ان نعرف التحويل مالته هي زد على زد ناقص واحد، وعندي ال 0.5 للاس ان اللي هي نفسها اي نقصد بها للاس ان، اخذنا ايضا التحويل مالته كان هو قلنا زد على زد ناقص اي، هون الاي هي 0.5. فالنتيجة مال التحويل راح تكون عندي الأول زائد الثاني، بس عندي هوني مكان الزائد راح تكون سالب، فراح يكون زيت على زيت ناقص واحد ناقص زيت على زيت ناقص 0.5، هذا تحويل الـ X of Z.
استفدنا من هاي الحالة أنه كل واحد من عندهم حولناه لوحد، طبعا التحويل مالته كثير أسهل يكون مما أنه أنا أجي أحول كل هاي الدالة، يعني مثلا أرسمها وأفتحها وأرجع أحولها، فراح يكون هذا التحويل أسهل، فقط أنه أنا أرجع أجمع هذول يعني نتيجة التحويل الأول مع نتيجة التحويل الثاني. بس هوني مكان الجمع كان عندي طرح، فهاي دالة الـ X of Z اللي تمثل لي تحويل دالة الـ X of N باستخدام خاصية اللينيارتي. أكو سؤال عليها؟ يمكن لي هوني راح نتوقف اليوم لأنه أخذنا خواص، أريد هاي الخواص خواص يعني هاي صحيحة بطريقة ورقة وقلم أو إذا صبورة إلكترونية. أشنية؟ المادة مال الإلكتروني اللي يعني إيه؟ بالصبورة بالمحاضرة نفهم أحسن من هوني يعني وضعفين أو ثلاثة. هوني كقراية البي دي إف أشعة أصعب ست يعني. إيه بس عمر أنا حكيته عليها بال يعني أقول هاي فقط بالإلكتروني. أكيد 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 راح يكون عليها أسئلة بعد، وراح ناخذ بالحضوري أسئلة بعد على البروبرتيز، راح نستخدمها كثير، وهون هم اكو أمثلة ممكن تستفادون من عنده. فأقصد أن البروبرتيز لازم شوية تركزون عليها لأنه يعني راح نستخدمها كثير. إيه فحاليا أعطيناها بالحضوري، أعطينا جزء منه اللي هي بعد البداية إيش هي الخواص وإيشون نبرهن عليها، وراح ناخذ أمثلة عليها بالحضوري، وهاي هم أمثلة إضافية موجودة بالإلكتروني. اوكي فما قدر اذا اعطيكم حاليا كل البروبرتيز، يعني خلينا نمشي بيها شويه شويه، بس المهم تقروها مع انه تبقى، لانه اذا راح تتراكم راح تكون مشكله، يعني محاضره بمحاضرتها اقراها وارجع اذا عندي اي اسئله او استفسار عليها، حتى ما بعدين تتراكم علي كل البروبرتيز ومن اجي احل يعني جزء انه استخدم اكثر من بروبرتيز فقد سؤال او فقد حل، فانه لازم اضبط كل وحده على حده ان شاء الله. استدراجات ما اني امتى تكمل والله دي نغشع ان شاء الله، يعني ان شاء الله ان شاء الله نستلمها ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله. اكو شيء بعد الطلاب؟ استمارة الحضور ست. والله ما عم اذكركم اليوم استمارة الحضور، ما مشكلة. اوكي